مرحبا، أنا اسمي مادلين. الموضوع اللي بدي أحكي عنه اليوم هو مرض، بس زي ما بنعرف الأمراض كتير كتيرة وأنواعها متعددة، ودائما لما نحكي عن مرض ما بيكون في حماس لأنه نشتغل بهذا الموضوع. بس المرض اللي عم بحكي عنه هو متعلق بالمناعة ومش سرطان. هذا المرض اسمه الحمى الذؤابية. تقريبا 5000 شخص بالأردن بيعانوا من هذا المرض، وهذا المرض الحالة النفسية مرتبطة فيه بشكل كبير، ونسبة الشفاء منه 80% ل 90%، وهي نسبة جدا كبيرة. فهاي النسبة بتساعدنا انه احنا نشتغل لنشفي الناس، بس المشكلة الناس بدخلوا بكوما بسبب الحالة النفسية. هدف مبادرتنا انه نعمل مجموعات دعم نفسي لهدول المرضى، منهم انفسهم، كل واحد يشارك قصة نجاحه ويشارك تجربته مع الاخرين، وبالتالي يحسن نفسية شخص عاش نفس تجربته. اللي بدنا اياه منكم ومن كل حدا يحكي لكل مرضى الحمى الذؤابية ينضموا لمجموعتنا، رح يكون كل سبت.